القديمة، إنه عند بدء الخليقة أطلت إيزيس إلهة الحب من عليائها على الأرض، فإذا بها كقلب لم تمسه يد الحب، جذباء موحشة يخيم عليها الموت، لا تعطي ثمرا ولا تمنح حياة. واعتصر الحزن قلب إيزيس فبكت، وشاءت العناية الإلهية أن تتحول دموعها إلى أمطار، أمطار غزيرة تشق وسط الأرض مجرا لنهر عظيم، تدفقت أمواجه جارفة الموت واهبة الحياة، باعثة في الأرض القاحلة النضارة والحيوية والخلود. فحيثما يسود الحب ينهزم الموت، فهنيئا هنيئا لمن روى بيده أرضا عطشا، هنيئا لمن منح الحب لكل قلب جائع إلى الحب، ليعي البشر الحكمة من وراء هذه المعجزة السماوية، ليفهموا السر العظيم. فإن أرادوا حياة فليفسحوا في قلوبهم مجرا لنهر من الحب.
سلامتك يا نوال. برضو الحلم ايه؟ نفس الحلم ونفس الموتة. اعمل ايه بس يا صفية؟ اعيش طول عمري صحي عشان ما اموتش كل ما انام. خدتي الدواء؟ ايوه. طيب انا نام جنبك. وتسيبي الاولاد لوحدهم؟ انا كويسة، روحي انت دلوقتك. اذا ما جالكيش نوم اندهي عليا عشان اقعد معك. لماذا بت أرى هذا الحلم كلما غفلت عيناي؟ لابد وأنه ضميري يحاسبني ويعذبني. هل أدانني هو أيضا كما أدانني زوجي ومجتمعه من قبل؟ وهل معنى هذا أنني أدنت نفسي؟ إنني آثمة خاطئة. أيها الضمير، كيف تدينني وهناك الديان؟ إن الله وحده هو الذي يعلم ونحن نجهل جميعا. تعال معي سنينا إلى الوراء، عش معي حياتي خلالها حتى تعرف وتقدر. فقد تغفر وقد لا تغفر. تبدأ هذه السنين مع الربيع في الريف. كنت أنا وأخي وزوجته في هذا الوقت ثلاثة أطفال كبار لا نعرف عن الدنيا سوى أنها ابتسامة جميلة، بل ضحكة كبيرة صادرة من أعماق قلوب متعانقة. غذاؤها حب الفرد للفرد وحب الناس للناس. وبعدين يا ممدوح، هتعمل إيه لو طاهر باشا عرف إن العهدة اللي معاك ناقص؟ ضروري هيعرف، خصوصا إن هيبقى وزير وهيجيب محامي كبير بداله يسلمه العهدة، وهيحصل جرد ويحطوا الكلبشات في إيديك الطويلة. ما هو لو عيني انا بدل المحامي الكبير انا اللي هجرد، وطبعا هغطي الحكايه لغايه ما سدها على اقساط من ماهيتي اللي هتزيد. وهو معقول يعينك وانت واخد الليسانس من سنتين بس؟ ليه لا، انا عارف قضايا المكتب وحافظها واقدر اترافع فيها احسن من اي محامي غريب. طب ما تكلمه، فتحه في الموضوع يمكن يرضى. النهارده بعد الظهر لما اروح له بالقضايا حفتحه، ضروري حفتحه. كذاب، انت بتتشطر علينا بس، لكن اول ما بتقف قصاده بتفقفق وبترتعش وبتحرق وما بتنطقش. هو مخيف للدرجه دي؟ ربنا ما يوريكي، لما تشوفيه هتعرفي وتقدري. لازم تكلمه النهارده، خلاص انت مش صغير، خليك راجل مره في حياتك. انا طول عمري راجل، هتشوفي. انا هجيب لك خبر النهارده، هرجع من عنده مدير. طب حس على دمك وقوم راجع القضايا قبل ما تروح له علشان يرضى عنك. لكن انا كنت متراهن مع نوال على اللي يصطاد سمك اكتر. انا اللي هراهنها على انك هتاخد خمس سنين اشغال شقه. تخسري. يهو يا اخي قوم حس على دمك بقى. انزل تهو مع الحمير، سعادة الباشا جاي. حود على الكوبري وفوت على العزبة القبلية. الكوبري لسه ما اتصلحش يا سعادة الباشا. طب نازلني انا اتمشى شوية واسبقني انت على السرايا. حاضر يا سعادة الباشا. بتعملي ايه هنا؟ بستنى الترماي. انت ما بتعرفيش تقري وتكتبي؟ ما قريتيش اليافطه المكتوبه هنا؟ دي مرسه خاصه. هو انا مركب ورسيت يا سيدنا الشيخ، انا بصطاد سمك. لكن انت قاعده في ممتلكات خاصه، المرسه دي ملك طاهر باشا. ذنبه على جنبه، هو اللي غلطان. غلطان؟ اي، لانه بنى مرسى في غير ملكه في النيل، والنيل ملك لكل المصريين، يبقى يستاهل ان اي حد يستعمل المرسى بتاعته. فهمت؟ انت بنت مين؟ اهلك مين؟ افتح لي محضر بقى. انت الغفير؟ غفير؟ ما تزعلش حرقيك، انت لازم العمد. عمدة ايه؟ لا، ناقص شويه وتقول لي انك معالي الباشا. استني، ما قلتليش انت بنت مين. وبعدين بقى خد. اخد ايه؟ نص فرنك اشتري بيه جميز لعيالك وسيبني في حالي. والتقينا بعد ذلك وعرف كل منا الآخر، وكنت أشعر وكأنه يريد الانتقام مني لهذه الإساءة التي لم أكن أقصدها. يريد أن يخدعني لأنني كنت أجادله دائما
ولا أقتنع إلا بما أؤمن به من آرائي، وكان هذا نادرا. مين ده اللي بيخبط دلوقتي؟ مين؟ أنا طاهر. طاهر مين؟ أنا طاهر رفعت يا أستاذ مندول. من غير معالي ولا باشا مش معقول. لازم نسيبهم في البيت. خش جوه انت وهي على اوضه النوم. اوام يلا، ما يصحش الباشا يشوفكم بدون نوم. يحبش. يلا. لا مؤاخذه، انا يظهر جيت في وقت غير مناسب. ابدا يا معالي الباشا ابدا. اتفضل يا فندم اتفضل. ده انا لسه كنت قاعد بشتغل. بعد اذن معاليك اغير هدومي حالا. مفيش لزوم ابدا، انا جاي اقول لك كلمتين واسيبك علشان تنام. انا يا فندم ما بنامش قبل الساعه 3 الصبح، لاني لازم اراجع المذكرات والقضايا مره واثنين وثلاثه. انت فعلا مجتهد يا استاذ ممدوح، وهيكون لك مستقبل عظيم. الفضل كله لمعاليك، انا تلميذك في كليه الحقوق وفي المكتب. صحيح، ساعات الواحد تبقى قدام عينيه الحاجه اللي بيدور عليها ومش شايفها. بتحصل كتير يا فندم. كتير قوي. انا شخصيا بقالي شهر ادور على محامي كفء يدير مكتبي ومش لاقيه، رغم انه قدام عينيا. ممكن اتجرأ واسال معاليك مين هو؟ انت يا استاذ ممدوح. انا؟ ايوه انت، لانك تملك كل المميزات اللي تؤهلك للمركز ده. ربنا يخليك يا معالي الباشا، ربنا يقدرني على اني اكون فعلا جدير بثقتك. انا ثقتي فيك اكبر من كده، اكبر بكتير. يا فندم انا ما تقولش حاجه، اقعد يا استاذ ممدوح اقعد. انت تعرف ثروتي تقدر بكام؟ بكتير، كتير يا فندم. مليون ونص جنيه مصري، خلاف رصيدي في البنوك خارج القطر. ده غير مركزي كوزير، وغير اني زي ما انت راسي شايل الحزب على اكتافي، الى اخره الى اخره. رغم كل ده عايش وحيد، حارم روحي من كل متعه، من كل حق، كرجل كبشر. ماليش زوجه ولا اولاد يتمتعوا بثروتي واسمي ومركزي. أكبر عائلات مصر يشرفها إنها تناسب معاليك، مين ما تتمناش؟ رغم سني ده يا فندم، دي هتعيش في نعيم ما يتخيرش عنه إلا الجنة. يبقى أنا وأنت متفقين، ما فاضلش غير رأيها هي، وطبعًا هي هتوافق. هي مين؟ الأنسة نوال أختك. ده مش كتير عليكم، انتوا تستاهلوا كل خير. الحمد لله ربنا وفقني لاختيار زوجتي ومدير مكتبي من نفس العيلة وفي ليلة واحدة. مبروك. غريبة، أمديلك إيدي ترفضها؟ لا يا باشا، أي حد إلا نوال، إلا هي. أرجوك ما تتسرعش في الرفض أو حتى في القبول. ما تخلينيش أحس إنك متهور وغير جدير بإنك تكون مدير مكتبي، فأضطر إني أجيب محامي غيرك غريب، ويحصل تسليم وتسلم وجرد للقضايا والخزينة. إجراءات طويلة إحنا في غنى عنها. فكر كويس كويس أوي، وخد رأي صاحبة الشأن ورد علي بكرة. تصبح على خير. أرفع إلى معاليكم استقالتي مع
ايه اللي بتكتبه ده يا ممدوح؟ بكتب استقالتي. مش معقول يا نوال، الراجل طاهر باشا ده بيخرف، اتجنن. ازاي بقى؟ تصوري انه ان المحسوبيه توصل للدرجه دي. حضرته عايز يعين واحد قريب خيريه هانم بنت عمه، عاوز يعينه مدير للمكتب، لسه متخرج جديد السنه دي من كليه الحقوق، يعينه رئيس عليا انا. انا استحيل اقبل بالوضع ده. اذا كان على حكايه الفلوس اللي انا خدتها، انا محامي هعرف ازاي ادافع عن نفسي. انت صحيح محامي، لكن محامي كذاب. كذاب؟ احنا سمعنا كل كلامك مع طاهر باشا من ورا الباب. سمعنا ازاي كنت هتضيع مني عريس لقطه. ايه الكلام الفارغ ده يا نوال؟ انا استحيل اقبل انك تضحي بنفسك علشاني. عشانك انت؟ يا اخي طز، اذا كنت فاكر كده تبقى مغفل. ده انا هركب كاديلاك، هلبس اخر موديلات من باريس، هعيش في قصور، هسافر اوروبا. انت يا نوال؟ امال انت؟ اوعى من سكه صاحبه العصمه يا هلفوت. انت اصلك وش فقر، لكن انا وش نعمه، وش فلوس، وش المزات، وش ذهب. وهكذا ايها الضمير تخليت عن امالي واحلامي، ضحيت بشبابي وحياتي لاجل الحب، حبي لاخي وصفيه ومستقبلهما سويا. فدخلت بإرادتي سجنا رهيبا، ومرت السنين وأنا أعيش كزوجة لصاحب المعالي، كجزيرة محاصرة بالتقاليد والمظاهر، بالتصنع والتكلف. نسيت خلالها ابتسامة القلب، وبت لا أعرف سوى ابتسامة الأسنان والشفاء. وعوضني الله عن كل ما فقدت وافتقدت بابتسامة مشرقة تضيء حياتي. هذه الابتسامة كانت ابني هاني. ماما! 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 مالك بتزعق كده ليه يا سهامي؟ فين ماما؟ لسه ما جاتش. ازاي؟ تعالى حط الحاجة اللي معاك جوه واغسل وشك على ماما ما تيجي. يلا يا حبيبي يلا. تعال. الله، كل سنة وانت طيب يا هاني. ماما ميرسي يا ماما، انا بحبك قوي قوي. هتخنقني هتموتني يا هاني. هو الحب يموت يا ماما؟ لا يا حبيبي، بس انت كبرت وريحتك جمدت قوي. شوف جالك تلغراف من خالك ممدوح. الى حضرة صاحب السعادة هاني بيه طاهر. انا صاحب السعادة وبيه؟ امال مش بابا صاحب المعالي وباشا؟ عقبال 100 سنة ونشوفك عريس واب وجد كمان، مع قبلات طنط صفية واخواتك منى ومنير. تحياتي لماما وبابا ودادا ام الخير. والنبي في الخير، وحشنا وحرمنا من انسه. ملوش حق يسيب وظيفة مدير مكتب الباشا علشان يروح يشتغل محامي في شركة السكر في الصعيد في آخر الدنيا. هو مبسوط كده يا دادا؟ تعالى يا هاني نشوف القصر. هو ده اللي انت عاوزه؟ ده أحسن بكتير، وريني يمشي ازاي. أهو يا حبيبي، دي تزقها لقدام كده. مش هتركبني القصر معاك يا سهاني؟ لا، ده علشاني أنا وماما بس. طب وأنا؟ أنت تركبي قطر الجار. كده أنا هوريك. تعالى هوريك. شفت يا إيه ده يا أم الخير؟ دي حاجات تعملها مربية الناس تستأمنها على تربية أولادها؟ أنا إزاي تسمح إن ده يحصل قدامك يا نوال؟ أم الخير فرحانة بهاني عشان عيد ميلاده. بالطريقة المبتذلة دي؟ أول وآخر مرة يا معالي الباشا. هاني أنت ما بوستش إيد بابا. خد يا هاني، كل سنة وأنت طيب. وأنت طيب يا بابا، ميرسي. ده الشطرنج لعبة كلها تفكير، تنمي العقل، تعلم الإنسان التروي والحذر والدقة في كل تصرف. ومين هيعلمها لي ويلعبها معايا يا بابا؟ مع اللعبة كتاب يعلم الناس ازاي تلعبها، يبقى خلي مامتك تقراها معاك علشان تبقوا تلعبوها سوا. هتستفيدوا كتير. أنا بعرف ألعبها كويس من زمان. غريبة.
واقدر اغلبك فيها. تفتكري كده؟ ايه المانع؟ المانع حكمة وتجارب اكثر من 60 سنة وعقلية لها اثرها في توجيه سياسة وحياة بلد بحاله، مش عقلية عجزة عن تربية طفل. قصدك ايه يا طاهر؟ قصدي انه ما كانش يصح تجيب الهاني لعبة القطر ده. ده كان هيتجنن عليها. ما هو علشان كده ما كانش لازم تجيبيها. لو نحقق للطفل كل رغباته هينشأ أناني متهور ما يقدرش يكبت جماح نفسه، يجهل معنى القناعة والرضا بالواقع. أنا ما بجيبلوش اللي هو عاوزه غير مرة في السنة يوم عيد ميلاده. يعني اللي ببنيها أنا في سنة حضرتك بتهديه في يوم. أرجوك بلاش المناقشة دلوقتي، أنا لازم أجهز لحفلة عيد ميلاد ابني. خلي أم الخير تشوف الحاجات دي، لأننا معزومين على الشاي عند دولة الرئيس وبعدها مباشرة على حفلة كوكتيل عند رئيس الديوان. لكن ده عيد ميلاد ابننا، الولد ياخد على خاطره مني ومنك. أنا اتصلت بخيرية وهتيجي تحتفل معاه هو وإخوانه. مش معقول ده يا طاهر. هي صحيح بنت عمك لكن ما هياش أم ولا أبوه. اللي مش معقول التخلف عن حفلات أكبر رأسين في الدولة. روح أنت واعتذر عني، قول إني عيانة إذا كان عيد ميلاد ابنك مش سبب كافي للاعتذار. أنا ما اتعودتش أكذب يا نوال ومش هتعلم الكذب بعد ما بقيت في المركز والسن ده. أرجوك تجهزي نفسك للخروج، عندنا نص ساعة بس عن إذنك. طاهر أنا واثقة إن أقدر أغلبك في الشطرنج. ايه ده يا هاني؟ دي هدايا كتبها هاني في اللونا بارك. نوال من فضلك خليه هو اللي يربطه. اصل ماما ودتني اللونا بارك عشان نتفسح. ودي حتة يصح لابن وزير ومرات وزير انهم يتفسحوا فيها؟ انا وعدت هاني اني افسحه عشان امبارح كنا مشغولين وما حضرناش حفلة عيد ميلاد. لا المكان ولا الوقت كان مناسب لفسحة زي دي يا نوال. كويس كده؟ ده علشان عقلك مش في راسك، علشان بتتدلع زيادة عن اللزوم. معلش يا طاهر غصب عني. أرجوكي أنا ما أكرهش حاجة في الدنيا قد كلمة معلش دي. عيبها إيه بقى؟ عيبها إنها بتساعد على عدم الشعور بالخطأ، وبالتالي على عدم الاستعداد لتجنب الخطأ. أنا متأسفة هاني غلطان. حتى الاعتذار لازم تنوبي عنه فيه، اتفضل اطلع على أوضتك. ده لسه ما اتعشاش. هاني هيتحرم من العشاء معانا الليلة عشان يشعر إنه غلطان، اتفضل على أوضتك. حاضر يا بابا. طاهر أنا من حقي كأم إني أعترض على معاملة الولد بالشكل ده. أنا مضطر ومتعمد إني أعامله بالشكل ده، لأن طريقتك في تربيته هتخليه يركن إليكي في كل كبيرة وصغيرة، ما يحاولش يعتمد على نفسه أبداً، هتخلق منه إنسان معدوم الشخصية. أنت غلطان يا طاهر. أنا عمري ما أغلط يا نوال. محدش معصوم من الخطأ. هاني طفل محتاج لحنان وحب أمه وأبوه مش أمه بس. أرجوك تفهم إن الوضع ده هو اللي هيأثر على نفسيته وعلى شخصيته لما يكبر. المفروض إني أنا اللي أفهمك مش أنت اللي تفهميني. كفاية كلام في الحكاية دي عشان إحنا اتأخرنا على العشاء وأنا ورايا جلسة مجلس وزراء مهمة الساعة 9. أفتكر إحنا متفقين على إن ميعاد العشاء دايماً يكون الساعة 8 بالظبط. رغم كده حضرتك جيتي من الملاهي متأخرة. واستنيتني ليه لما أنت جعان؟ ما أكلتش ليه؟ المسألة مش مسألة جعان أو لأ. دي مسألة مبدأ، نظام معين ارتضينا إننا نعيش عليه إحنا الاتنين من زمان. تقدر تقولي الساعة كانت كام لما أنا رجعت؟ 8:05. يعني 8. لا يا هانم أبداً، دي دقيقة واحدة تفرق كتير. في الحروب دقيقة واحدة بتقرر مصير أمم، بتفرق ما بين الحياة والموت. عندك حق، عندك حق يا طاهر. أنا من دقيقة واحدة كنت هموت من الجوع، لكن دلوقتي شبعت، شبعت خالص. عن إذنك. وهكذا كانت تتجمع سحب الكآبة واليأس في أفق حياتي، فذهبتها وتمنيت الخلاص. رأيت لأول مرة الحلم الرهيب. Thank you.
لازم حلم مزعج كابوس. ممكن اعرفه؟ ده كل الحلم يا دكتور. وبعدين طبعا الشخص ده صحي من النوم لقى نفسه في السرير. ده لازم كابوس. ما افتكرش يا خيريه هادي. الاحلام عموما عباره عن احاسيس وصور بيختزنها العقل الباطن بالنهار ويطلقها بالليل. لكن ايه تفسير الحلم ده؟ أقدر أعرف مين الشخص ده؟ ما تعرفوش ولا شفتوش أبداً قبل كده. أنا كان يهمني أعرف الجو اللي عايش فيه والظروف المحيطة بيه. لكن معلش، العربية اللي سايقها الشخص ده حياته، يعني حياته قاتمة ومقفلة زي السجن. والقضبان اللي على شماله واللي على يمينه ماضيه ومستقبله. أما القطر فده أمنية. أمنية إيه؟ الشخص ده بيتمنى الموت. أما الإنسان العزيز اللي بينادي عليه فدي الحاجة الوحيدة اللي بتربط الشخص ده بالحياة واللي بترغبه فيها. أما الأجراس ونور المزلقان فدول ضميره. غريبة. إيه رأيك يا طاهر باشا؟ أنا رجل قانون ولا اقتنعش أبداً بأي شيء إلا إذا حصرته في دائرة المنطق، وأنا مش شايف في التفسير ده أي منطق. اتفضلوا بينا نقعد مع دولة الرئيس. سامعين الفلسفة؟ مسكينة نوال، بيقولوا طاهر باشا ما بيبطلش فلسفة معها طول النهار ولا طول الليل. يا ساتر على طول لسانك، ده طاهر باشا محيط ثقافة، قاموس. تصوري بقى، تصوري لو أنت متجوزة قاموس. بعد الشر يا أختي، أنا ولله الحمد متجوزة حيوان. قول إن إحنا ما نقدرش نختلف بعد دقيقة واحدة. هي فين ماما؟ في الأوضة جوه مع الأميرة بيسمعوا بيانو. طيب أنا هخرج في الجنينة أشم شوية هوا، أصلي هتخنق من الجو المنشي ده. عن إذنك يا نوال. أنا لم أجد أي خلاف بين التشريع الجديد وأي قارين له في أي دولة أخرى، ولذلك أرجو أن يكون تطبيق القانون إجباري. أنا شخصياً موافق. ودولتك؟ أي اقتراح لمشرع الدولة الأول مقبول طبعاً.
ايه اللي بتعمليه ده يا نوال؟ ولا حاجه، بسلي نفسي. انت لازم تخجلي من نفسك. انا ما بعملش حاجه غلط. ما هوش غلط انك تقطعي عليا تفكيري بالموسيقى بتاعتك دي وانا سهرانه اشتغل الساعه 2 بعد نص الليل. 2:05 يا طاهر، تصبح على خير. وبعد ايام وصلتني رساله من اخي يستنجد بي لانقذ حياته الزوجيه. نوال، اقسم لك انني بريء، مظلوم، ضحيه. فالمربيه سيمون هي التي كانت تقبلني عندما دخلت صفيه، اما انا فقد كنت مخمورا مسلوب الاراده. خدرني عطر المربيه اللعين النفاذ. لقد جعلت منير يتظاهر بانه مريض حتى امنع صفيه عن السفر لحين حضورك. ارجو ان تحضري حالا حالا حالا. وبعدين بقيت الجواب حالا حالا حالا. تفتكر ان سفرك لهم هيفيد؟ افتكر اني هقدر اقنع صفية وكل شيء هيرجع زي ما كان. رغم اللي عمله اخوكي؟ اللي بيحب دايما يسامح ويغفر. اظن ما عندكش مانع اخدهاني معايا. الظروف والحياة في بيت اخوكي دلوقتي تتعارض مع سفر هاني واختلاطه بالاولاد هناك ولو ساعة واحدة. ليه يا طه؟ اولا لان استهتار اخوكي واستسلامه لنزواته وعدم تقديره لاي مسؤوليه ضروري يكون اثر على اخلاقه وتربيه اولاده. دول اطفال صغيرين. ما هو علشان كده يبقى من السهل انهم يتشربوا من ابوهم كل عيوبه من غير ما يحسوا. ثانيا، الاولاد دول كان بتربيهم مربيه منحله مستهتره بينها وبين ابوهم. بس ارجوك، كفاية تجريح في أخويا وأولاده. أنا غيرت رأيي خلاص. أنا يعز عليا إني أرفض لك طلب، بس عايزك تقتنعي باللي بقوله وتأمني بإن الحق معايا. أنت ما بتزهقش أبدا يا طاهر. من إيه؟ من إنك دايما معاك حق، من إنك ما بتغلطش أبدا. أنا لو مطرحك كنت أتمنى إني أغلط ولو مرة واحدة. يا عزيزتي نوال، الإنسان ممكن يغلط في حالة واحدة بس، لو فكر بقلبه. يبقى عمرك ما هتغلط أبدا. وسافرت وحدي دون هاني لأول مرة. أبعدني طاهر عن دفء حياتي وحصانة قلبي. خلاص يا دافنشي، انا بقالي نص ساعة مشدود على الحيط. انكتم، ما تبربش، ما تاخدش نفسك. حاضر، بس خلصني اعمل معروف. طيب. ما تكونش شلفطت خلقتي. بص. ايه ده؟ انت مش كنت بترسمني انا؟ فعلا، وبعدين مسحتك باستيكه لان لقيت حاجه احسن منك ارسمها. لقيتها فين دي؟ انا زي رادار بالنسبه للجمال، مهما كان مستخبي بكتشفه. عارف، بس قول لي فين الجمال النائم ده؟ ارجوك. حقوق التعرف فالنظره فالابتسامه ثم اللقاء ثم الخ الخ محفوظة للمكتشف. تعرف ان ما قلتليش هي فين؟ هقطع الصوت. لا، في عرضك. هي فين؟ تعال بس بشويش، لان الجمال نايم فعلا معسل في غيبوبة ملائكية. متع نظرك، بس هات الصورة الأول. اتفضل انت الصورة وانا الأصل. اديني بصة وحياتك. الله، دي بتعيط وهي نايمة.
ابتسام الصورة الجمال الباكي. اتلي وط حسك لا تصحى. اتلي شوف قد ايه جميلة ورقيقة ومع ذلك حزينة حتى في احلامها. والله ومالك سحت كده ليه؟ يا ريتني اقدر امسح دموعها واقول لها ان حرام رموش هتتبل، وافهمها ان خدها ارق من انه استحمل حتى حبات اللولي اللي نازله من عينيها. بطل شعر من غير لزوم، دي نايمه مش سامعاك. يمكن لو كانت صاحيه وكنا نعرف بعض ما كنتش اقدر اقول لها الكلام ده. ارجوك دي اكتشافي انا، روح نام انت. انا خلاص هتجوزها، هطلب ايدها من ابوها على طول كده. اصل كلامك عنها اثر فيا قوي فحبيتها، خلاص استوطنت جوه قلبي. لكن انت ما تعرفش ابوها ولا عمرك شفت شكله. هرسمه من الذاكره. لا مؤاخذة يا فندم، اظن ما يصحش كده عن اذنك. تعرف انا لا هسمي الصوره الجمال النايم ولا الباكي، هسميها كاسفه. ما فيش، روح استريح في الكابينه ولما تفضى مطارح هبقى جنبهلك. في مطرح فاضي اهو. ده علشانك، انا هستنى. ايه الاخلاق العاليه دي؟ انا طول عمري كده. يلا. رايح فين؟ المطرح اهو. لا المطرح اهو يا حد، عشان كده عامل لي شهم. روح انت اقعد مع الحكم التاريخ. ونبتي يا شاطر. الله يسد نفسك. اصلي ما لقيتش مطرح فاضي غير ده. انا اسف، اسف جدا على اللي حصل مني ومن صاحبي. انا نسيت الحكايه دي خالص يا فندم. النسيان تجاهل واحتقار، ودي اقل حاجه استاهلها انا ووصفي. دلوقتي عرفتني على اسم صاحبك، وفي الجملة الجاية هتعرفني على اسمك، واللي بعديها هتسألني على اسمي، وبعدين تغازلني. مش انت يعني، لا شكلك ولا مظهرك ولا شخصيتك تشجع أي راجل مهما كان وقع على إنه يغازلك. أنا كنت بحاول أعتذر وأكلمك زي أي اتنين بتجمعهم صدفة زي دي، ومتأسف إذا كنت أزعجتك. أنا اللي متأسفة، أرجوك تقعد تاكل. أهلا خالد بيه. طبعا انا مش موصي اقول اسمي قدامك، لكن اصلي بسافر الاقصر كتير وكلهم يعرفوني. انا متاكده انك ما تقصدش. وعشان تطمني اكتر، اي كلمه تصدر مني وهيكون فيها عفوا، اي محاوله لمعرفه اسمك او اي شيء عنك، انا هسحبها واقدم اعتذاري. والاحسن من ده كله طبعا اني ما افتحش بقي الا عشان اكل بس. مالك انت عيان؟ لا بس النور الجامد بيضايق عينيا شويه. انت سايح؟ سايح؟ ايوه يعني توريست. لا انا رسام. انا سايحه. سايحه؟ باين عليك. من زمان نفسي موت اشوف الاثارات والانتيكات. هما كمان يحبوا يشوفوكي. يشوفوني؟ هيعجبوكي خالص لدرجه انك يمكن ما تقدريش تفرقيهم، تعيشي معاهم على طول. يا ريت. يا رب. الكتاب صديق مضمون السلوك في رحلات زي دي. الكتاب صديق مخلص في كل وقت، خصوصا بين الاطلال. قصه غريبه لكن بعيده عن الواقع. ليه؟ مفيش في دنيتنا راجل بيموت من الحب، ولا ست بتضحي بابنها ومستقبلها عشان حبيبها وهو متجوز غيرها. ده يبقى منتهى الحب. قصدك منتهى الخيال. ابدا، الحب ذاته امل، والامل واقع في حياتنا. مين عايش من غير امل؟ لكن دي استمرت على حبها حتى بعد ما حبيبها مات. يبقى املها ابعد من الحياه. في حاجه؟ الكلام اللي بتقوله دلوقتي واللي سمعته قبل كده وانا نايمه مش ماشي ابدا مع البدله اللي انت لابسها.
إلا إذا كانوا عملوا أخيرا في الجيش سلاح الشعراء. مع الفارق طبعا، محمود سامي البارودي باشا كان ظابط ومن أعظم الشعراء، له دواوين مشهورة. طب تسمح لي أروح الديوان بتاعي؟ لأن في ركاب كتير لسه ما تعشوش. يعني تفضلي. وإن شاء الله المرة الجاية يكون الصديق المضمون السلوك كتاب شعر تأليف الكابتن أستاذ خالد. أول نسخة هتكون هدية لحضرتك، ما تقوليش اسمك ولا عنوانك عشان يكون عند وعدي. صدفة تانية قريب، بيقولوا ساعات إن الدنيا صغيرة. مش دنيتي أنا، تصبح على خير. أنت من الأهل. كل السندوتشي أوام لحسن مامتك زمانها جاية. نعم يا بابا. خدي بالك من ماما. حاضر يا بابا. موج البحر جاي. هات السندوتش لنغرق. فندق أوام. وصلت. مش معقول الحرارة بتزيد. كام؟ وصلت ل 42، يعني لآخر درجة في الترمومتر. يعني يجوز أكتر. والغريب انه مش باين عليه. ما هو ده يبقى قلعن، الحرارة مكتومة، مكتومة جدا. شوفي مين يا منى، يمكن الدكتور حس على دمه وجاء اخيرا. تصوري بقى لو تسيبيني انت والاولاد وحد منهم يجرى له كده وانا بعيد عنكم، هبقى عايش ازاي؟ مش معقول يا صفية، حرام عليكي. حرام عيشتك، دلوقتي التلج ينزل الحرارة ومش هتشوفنا هنا تاني ابدا. لا يا صفية، قلبك مش هيطوعك، مش هيهون عليكي ممدوح. نوال؟ انك توصلت يا اخي بابا، بس نوال جت. منير انت سخن يا حبيبي. ما خلاص بقى يا ماما، ده كان بابا بيحط الترمومتر في السيل. بقى كنت بتضحك عليا عشان ما سافرتش، واستنى ما نوال تيجي تصالحني. يا اخي ده بعدك، يا خاين، يا كذاب، يا بصباص، يا غشاش. الحمد لله على السلامه يا نوال. يا صفيه، ده احنا متجوزين بقى لنا 9 سنين عمري ما خدتك بيهم. الحمد لله على السلامه يا نوال. واللي كنت بتعمله مع سمون في المطبخ اخلاص ليا؟ لا خيانه، انما خيانه واحده في 9 سنين، ده انا جوز مثالي، دي ما حصلتش في التاريخ. يعني ده اللي بيخون نوال؟ يا ريت كان يبقى بني ادم، ده لو كل الاجواز بيعترفهم كان ستاتهم تنصب لهم المشانق، كان صنف الراجل يتقرض من الدنيا. انت اللي هتتقرض من قش انا وقش. تعالي يا نوال. يا صفيه بس بقى. لا يا نوال، مش هتقدري تأثري عليا، مستحيل. أنا هقول لك كلام ما كنتش عايزة أقوله أبدا. أنت عارفة أنا قد إيه ضحيت عشانك أنت وهو، عشان مستقبلكم. ما تخلينيش أحس إني بعت نفسي من غير ثمن. لكن ممدوح ما بيحبنيش، ما بيحبنيش يا نوال. ممدوح زوج مثالي، صدقيني أنا وبيحبك. أصدقك إزاي؟ أنت متجوزة راجل قد أبوكي، هنفهم الحاجات دي منين بس؟ يمكن عشان متجوزة راجل قد أبويا ومحرومة من الحاجات دي، بحس بيها أكتر في قلب غيري. خلاص يا صفية، خلاص بقى، خلاص. بس اسمعي، المرة الجاية ما تجيبيش دادة أقل من 50 سنة. خلاص. احنا جوعنا يا طنط، هما مش اصطلحوا خلاص، قاعدين في الاوضه بيعملوا ايه لحد دلوقتي؟ هيجوا حالا يا حبيبي. ما الصلح ده هيطلع على عينينا. انت جوعت يا ولاد قوي. لا لا لسه يا ست ماما، نستحمل بس على الله، يعني بابا ما يسعاش تاني. وكليه اوام، خليه ينكتب. على فكره يا نوال، الليله في حفله تنكريه في نادي الشركه، طبعا هتيجي معانا. لا انا اقعد مع الاولاد، روحي انت وممدوح. انت لازمك شوية تغيير يا نوال، ودي فرصة تبقي فيها على طبيعتك في جو كله فرفشة وهيصة وضحك. مفيش فايدة يا ممدوح، مش هقدر انبسط ولا افرح.
أول الناس ما هتشوفني هيعرفوا إني حرم معالي الوزير ويبتدي التكلف والتصنع. هبوظ لكم السهرة من غير مناسبة. يا ستي دي حفلة تنكرية، يعني ما حدش هيعرف أنتِ مين. ما هم هيشوفوني معاكم. بمجرد ما نوصل هنبعد عنك علشان ما نشبكيش. حجتك إيه بقى؟ مش معقول تفوتك ليلة زي دي، تعيشي فيها على حقيقتك، تبقي فيها نوال بتاعة زمان. محدش بيتفرج عليا. يلا مش انكشفوا بقى. جوزيفين. الله. إيزيس. إيزيس؟ أيوه، اللي بدور عليها من زمان، من قبل التاريخ. أنت إيزيس بس متنكرة في ملابس موديل، وأنا أوزوريس، وده نهر الحب اللي عملته دموعك. دلوقتي إيزيس هترقص مع أوزوريس رقصة الحياة. بس ما كانش في فالس على أيام. قلتلك ان الدنيا صغيره فعلا والقدر كبير. اظن اقدر اعرف دلوقتي انت مين. انا إيزيس. ده كل اللي اقدر اقوله لك عن نفسي. كفايه عليا مؤقتا انك هترقصي معايا. كانت فعلا رقصة الحياة، ساعات لا أدري عددها، عوضتني حرماني من الرقص والسعادة سنين طويلة. كابتن خالد، كابتن خالد، انت فاكرني؟ انا وصفي صاحبك، وصفي عارفه؟ عايز ايه؟ انا اسف اذا كنت قطعت عليكم مجازبة الرقص، بس الاوركستر ماله؟ محتاج لنظرة، رأفة، حنية. الوقت سرقنا. براعة! انا نسيت الناس ونسيت الأوركستر ونسيت وصفي. أنا كمان نسيت نفسي. ونسيت
نسيت اني شفتك قبل كده. يعني ممكن تقلع القناع. خالد ارجوك. القناع كان مخبي كتير. حتى لما اشيل القناع تخبيهم مني. انا لازم امشي، لازم اروح. لوحدك؟ يكون احسن. مش ممكن في وقت متاخر زي ده وفي الصعيد. انت هتروحي في حراسه اجدع غفيرين، وصفي نافع وخالد صبري. صمم على انك تعرف اسمي وعنوان. انا خلاص ما بقتش محتاج ان اعرفه، لان اعرف عنك اكتر من كده. اعرفك كويس قوي من غير اسم ولا عنوان. تعرف عني ايه يا خالد؟ اعرف انك روح وحيده هايمه في دنيا كلها حرمان. السعاده قدامك في ايدك، واكتر من كده هي اللي بتمدلك ايديها، هي اللي بتسعالك زي الورده دي. مايله ناحيتك، هتتكلم، هتقولك انا ليكي، خديني. رغم كده مش عايزه، بتهربي منها. السعاده اللي بتتكلم عنها مش من حقي يا خالد. مهما كان المانع قوي فالقدر اكبر واقوى. انت اللي قلتيها، الليله دي. يمكن لو تعرف انا مين وايه اللي بيحرم علي السعاده، لو كنت اقدر اقولك يمكن كنت تعذرني وتبعد عني. بعدت عن الورده وبعدين رجعت لها تاني. خديها دلوقتي، هي هتفكرك دايما بالسعاده، ولو ان التفكير في حاجه ما يغنيش عنها. انا هروح اجيب الفورير والشنطه، استناني هنا. وان ما رجعتيش الورده هتفكرني، هتخليني ارجع لك. هي فين؟ دخلت تجيب حاجتها عشان نوصلها. ما انا لسه جاي من جوه. ما شفتهاش ابدا. الشمس تذوب في نهر الحب وتطفئ نارها في أمواجه الحانية، فأخفيت وردة خالد بين صفحات كتاب الحب، وتمنيت لقاء ابني ليطفئ نار حبي. وفي المساء هاجمتني الذكرى فعصفت بقلبي وبكياني كامرأة في الخامسة والعشرين، محرومة من كل حقوق هذه السن. وبعد صراع استسلمت لمجرد سؤال: هل ما كان بيننا يكفي لأن يحبني خالد؟ وعرفت الجواب من نفسي، فأنا أحبه. وفجأة شعرت ببرودة. Thank you.
قدر أكبر مني ومنك هو اللي خلاني ألاقيكي، ولاقيكي في الكابينة اللي جنب مني على طول كأننا على ميعاد. ما تحاوليش تهربي مني بعد كده، لأن هلاقيكي، هلاقيكي دايما. أرجوك تسيبني في حالي وتبعد عني، أنا متجوزة وليا ابن هو كل حياتي. أنت ليكي ابن هو كل حياتك، وأنا ليا قلب أنت كل حياته. ابني محتاج لي أكتر منك. أرجوك اعتبر اللي بينا حلم وصحينا منه، مش حقيقة نقدر نعيش فيها على طول. أوعدني إنك مش هتحاول تشوفني بعد كده ولا تعرف أنا مين. أوعدني يا خالد. أوعدك إني هفضل أحبك على طول، لكن مش هحاول أشوفك ولا أعرف أنت مين بعد كده. السلامة يا نوال. الله يسلمك. إن شاء الله تكوني توفقتي في مهمتك. الحمد لله. إيه الحكاية؟ دول ما كانوش يومين غبتوا فيهم عن بعض. أنت بتقول إن دقيقة واحدة بتفرق بين الحياة والموت. تصور بقى يومين بلياليهم ممكن يجرى فيهم إيه؟ جعلني قربي من ابني أشعر بأنني أقوى من نفسي. فرحت أتحداه. خيل إلي أنني أستطيع أن أجعل من حياتي مع طاهر حياة سعيدة. خيل إلي أنني أستطيع أن أغير من طاهر. وحانت الفرصة مساء إعلان نتيجة امتحان هاني الذي اجتازه بتفوق. مين؟ نوال. اتفضلي. الساعة 2:30. فعلا. ايه اللي مصحيك لحد دلوقتي؟ بفكر يا طاهر. بتفكري؟ في ايه يا ترى؟ في انك بتجهد نفسك زيادة عن اللزوم ولازم تستريح. ومن امتى الحكاية دي تهمك؟ عندك مانع انها تهمني من هنا ورايح؟ إذا عرف السبب بطل العجب. السبب واضح، أنت إنسان ما بتؤمنش بالحب، لكن أظن بتؤمن بأن التفاهم ضروري بين أي زوجين. ده إذا قدروا يفهموا بعض. وليه ما نحاولش يا طاهر؟ لأنه مستحيل. ليه؟ تحبي أجاوبك بصراحة؟ أيوة. لأن الفارق كبير بين مستواي الفكري ومستواك. مستواي عشان افهمك، وبعدين ارفعني لمستواك بالتدريج لغايه ما اقدر افهمك. على الاقل توفر على نفسك تسفيهك لتفكيري واستخفافك لكل حاجه اقولها او اعملها. كل شيء ممكن اذا حاولناه باخلاص. هاني نجح في الامتحان وانت بتجهد نفسك، ليه ما نحاولش نسافر في اي حته كاي اب وام وابنهم؟ ننسى اللي فات ونجدد حياتنا وعلاقتنا. جرب يا طاهر. أجرب إيه؟ إيه اللي ممكن إنه يستجد في حياتي ويستحق إن أغيرها علشان؟ أنا إنسان ناجح وموفق زي ما أنا كده، وأنت محسودة على اللي أنت فيه زي ما أنت كده. أرجوك تعقلي يا نوال وتحمدي ربنا، وخدي هاني وروحي العزبة إن كنت عاوزة تتفسحي وتجري وتلعبي. قصدك أعيش. سميها زي ما تسميها، بس مش أنا اللي أتجاوب معاكي في حاجات زي دي، مش أنا أبدا. فعلا مش أنت.
أنا آسفة اللي ضيعت وقتك ووقتي. خذلني زوجي ودفع بي إلى أحضان الذكرى، فكل ما أفتقده في طاهر حي ينبض في خالد، ولكنني صممت على المقاومة رغم جراح هزيمتي، فسافرت إلى العزبة مع هاني لأنجو من حبي ومن زوجي. سمكة! سمكة! شد معايا! تقيلة قوي! شد! شد! تعالي سي هاني شد معايا! أيوة! شد! شد! أيوة! أيوة! شد! وشعرت فعلاً بأنني شفيت من كليهما، فقد كان معي الدواء. الأجازة خلصت أوام يا ماما. يلا يا سيهاني على الحمام دغري. إحنا لحقنا يا دادا. سيبيه لما يسلم على بابا. الباشا فين يا محمد؟ في المكتب يا استهاني. يلا يا هاني روح بوس بابا وقول له إنه وحشك قوي. وأنت يا ماما؟ أنا هحصلك بعدين يا حبيبي، يلا بلاش لك يا عم. يلا يا هاني. يلا يلا يا حبيبي يلا. بعت الورد ده؟ ده الفيروس تبعته زي العادة يا فندم. طيب روح انت. حاضر. ايه ايه رأيك يا نوال؟ مش جنان؟ فعلا، مع انه رسم مجهول اللي رسمها لي. انت دايما تكتشفي العبقريات المدفونة يا خيرية هانم. الحقيقة مدهش. عنده تاتشات جويا. عنده تاتشات نفاق مطلعها أصغر من سنها بعشرين سنة. عجبك الصورة قوي؟ والرسام الاثنين يهوس. على فكرة ده شوف صورة الزفاف بتاعتك انتي وطاهر، ونفسه يرسمك موت يا نوال. ده لو عرف انك هنا هيطير من الفرح. الله، اهو وصفي وصفي. الأستاذ وصفي الرسام العبقري اللي رسمني. نوال هانم مظبوط، هي بعينها اللي في الصورة. أيوة، مع جوزها معالي طاهر باشا رفعت ووزير حقانية وابن عمي ميرفت هانم حرم المليونير سامح بيا. كان دي فرصة جنان يا فندم. مش معقول، تشرفنا جدا جدا جدا. مش قلتلك هيطير من الفرح؟ حطير؟ إيه اللي حطير؟ ده أنا كأن ليلة القدر طلعتلي. أصل نوال هانم من الوجوه اللي الواحد يشوفها في الأحلام وبس، ولما يصحى تهرب وتتبخر من رقتها. إيه يا وصفي، أنت هتبقى رسام وشاعر كمان. أهلا فاطمة هانم. كابتن خالد فين أمان؟ أول ما يخلص تمرين في نادي السلاح هيجي على طول. أبدا، خالد مش جاي. هو قال لي كده. كذاب يا طنط. ابني مش كذاب يا وصفي. أول مرة في حياته يكذب. معلش سامحيني طب عشان خاطر المره دي. اهو خالد. لا، دوله رئيس الديوان وصل على اذنكم. خيريه هانم هو فين من فضلك؟ رئيس الديوان؟ لا، رئيس التليفونات. التليفون يعمل لي معروف. هناك اهو. انا سعيده اللي عرفت حضرتك. متشكره يا هانم. كان بيتهيالي انك اكبر من كده بكتير. أصل الأستاذ ممدوح أخوك يعرف ابني خالد، كان دايما يجي يتفسح عندنا في العزبة في الصعيد، هو وصفية هانم والأولاد، وكان دايما يتكلم عن حضرتك. سامح جوزي بيقول إن الكابتن خالد اتقدم في الفروسية قوي، ولو دخل بطولة مصر السنة دي ضروري هيكسبها. ما افتكرش. ابني خالد اتغير خالص اليومين دول. ما بقاش الفروسية كل شيء في حياته زي الأول. على العموم انا عمري ما شفت حد ينط الزوز زيه ابدا. انت ما شفتهوش يا نوال؟ لا،
يا ريته يجي الليله دي. نرفس نرفس. الحق سامح. سامح شاعر من اياهم مصطاده ومصمم ان يكتب عنه وعن شركاته قصيده كلها مات. لا وقال من انت يعني هيألفها ويسمعها له وهو قاعد. لا ده يبقى عاوز اسعاف حالا. عن اذنكم. اذا كنت تحبي تقعدي مع حد تاني اتفضلي خدي حريتك يا بنتي. انا متعوده اقعد لوحدي. لا ابدا يا هانم، انا اصلي حاسه اني تعبانه شويه، هروح احسن. ارجوك تعتذري الخيريه هانم عن اذنك. اتفضل. نوال هانم. ازاي حضرتك؟ حضرتك ناوية تتبخري؟ أنا مروحة لأني تعبانة يا أستاذ وصف. سلامتك. بس 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 يعني إحنا ما صدقنا. ما صدقتوا تعرفوا أنا مين وتبعتوا لي الورد في البيت، مش كده؟ الحقيقة حصل كده. وخالد زمانه جاي لأنك بلغته إني هنا. الحقيقة حصل كده. ودلوقتي لازم تعطلني لغاية ما يوصل. الحقيقة حصل كده. وصل وصل. ورأيته أمامي، رأيت عينيه العميقتين يملأهما حزن وشوق وعتاب، وإذا بكياني بقلبي يتردى في هاويتهما السحيقة. أرجوك نوال ما تلمسنيش. أنا خايف أكون بحلم. عايز أتأكد إنك أنت حقيقي اللي شفتك لمستك بكلمك. خالد حد يشوفني؟ ما يهمنيش. حرام عليك. حرام عليك انت يا نوال. مش انت اللي تقسي وما ترحميش، مش انت اللي تظلمي وتحرمي. انت اتأكدت اني ام وعرفت انا زوجة مين؟ انا اتأكدت وعرفت انك محتاجة للحب. اخوكي ممدوح كلمني عنك كتير من غير ما يعرف حتى اني شفتك. عجال انت مين وجوزك مين وعايشين ازاي؟ انا عايشة لابني يا خالد، قلبي وحبي له. أنا مش عايزك تحبيني، أنا عايزك تكرهيني بس تسيبيني أحبك. تسيبيني أشوفك وأكلمك إذا تقابلنا صدفة زي أي غريب. ده مش كتير عليا يا نوال، مش كتير. أنا لازم أمشي. لم نحدد موعدا للقائنا التالي، فقد اتفقنا على أن يكون ذلك صدفة. وفي كل يوم في كل مكان كنت أبحث عن هذه الصدفة وأترقبها، فقد كنت أشعر أنه موجود يرقبني دون أن أراه، وأود لو نلتقي صدفة. مالك يا نوال؟ مفيش حاجة. انت لازم مش شايفة كويس، خدي النضارة بتاعتي. وانت؟ انا شفت الباليه ده 3 مرات قبل كده. ميرسي. جيت لوحدي. طب ما تيجي تقعد معانا ان كان ده ما ضايقكمش. لف بلاش غلبه. اقعد جنب نوال عشان تشوف كويس. وتمضي الساعات لا يرى احدنا ولا يسمع سوى صوت انفاس الاخر
اللاهثة بما يختلج في صدرينا. وصارت الصدفة مواعيد لقاء منتظمة في كل وقت ومكان يمكن أن يجمعنا. إلهام، جناوال وكابتن خالد يظهر بيلعبوا على حصان واحد. كابتن خالد اصله فارس ويفهم في الخيل كويس. ها؟ وعرف ينقي فرسه تستاهل. انت فاكر اهي؟ طب احنا رايحين البادوك نشوف حصانة الشوط الجاية محظوظين. يلا. كسبت كتير؟ حوالي 100 جنيه. وشك عليا حلو يا نوال. حلو قوي. مش هتروح تصرف ال 100 جنيه؟ واخسر دقيقة اقعدها جنبك؟ خالد قعدتنا لوحدينا كده هتخلي الناس تتكلم. انا مسافر بكره يا نوال. مسافر؟ مأمورية في صلاح راس التين في اسكندرية. هقعد أسبوع من غير ما أشوفك. يعني مش هتحضر حفلة راس السنة عند خيرية هاني؟ مش حاضر. ولو إني وصفي خلاها تعزمني. طبعاً هتسهر ليلتها مع أصحابك في اسكندرية. كتر خيرك يا نوال. على إيه؟ على إنك بتغيري عليا. وجاءت ليلة راس السنة الميلادية بعد سفر خالد بستة أيام. وقد كنت اعتدت على أن نلتقي كل يوم تقريبا. وتعود الإنسان على شيء قد يربطه به أكثر من الحب. وأنا أحب خالد واعتدت أن أراه. شوفي قاعدة إزاي؟ بتدور على ظلها. ظلها؟ أيوة، ظل المرأة حبها يا غشيمة. سرحانة في إيه يا نوال؟ لا أبدا ولا حاجة. لازم متضايقة عشان طاهر ما جاش معاكي. وهو من إمتى طاهر بيروح معايا في أي حتة؟ يبقى لازم الحفلة مش عاجباكي. ناقصها حاجة؟ ناقصها أنا، وأنا وصلت وهرقص معاه. عن إذن أجمل بروفيل في العالم. بصي في المراية وأنت تعرفي إني أكبر كذاب في العالم. الساعة دلوقتي 12 إلا دقيقتين، مظبوط؟ مظبوط. يعني فاضل دقيقتين على السنة الجديدة، مظبوط؟ مظبوط. وبعدين يطفوا النور والناس تبوس بعضيها، مظبوط؟ مظبوط. طب تسمحي نخرج بره في التراس؟ وصفي أنت اتجننت؟ مظبوط، بس تعالي. الله، إيه ده وصفي؟ هتعمل إيه؟ هنفذ تعليمات خالد بكل دقة، تسمحي تغمضي عينيكي؟ أرجوكي مفيش وقت، غمضي عينيكي. مش معقول ده يا وصفي. ما تخافيش، محدش شايفنا، غمضي عينيكي أول من فضلك. هدية خالد ليكي. عن إذنك الحق لي واحدة عدلة قبل ما يطفي النور. نوال، لم أجد خيرا من هذه الورود لتحمل إليك تهنئتي بالعام الجديد. أحبها لأنها لك، وأحسدها لأنها ستراك عندما يولد العام الجديد وتطفئ الأنوار. لأنها لثمت شفتيك، أما أنا فلا. جملة نسيت أكتبها لأني عارف إنك هتعملي كده. خالد، كان لازم أشوفك وأكون جنبك. وسنة جديدة من عمر حبنا هتبتدي. وعدني ان ده ما يحصلش تاني، ولا مش هتشوفني ابدا بعد كده. دي ليلة في السنة، ليلة وهتفوت انسي فيها انت مين وعيش معايا لحبنا. نوال، سمع
جوه مع الناس عشان محدش يقول حاجه. انا كل يوم اكتشف حاجه جديده في وشك. انت لزمك كروستوفر كولومبس والسندباد البحري عشان يقدروا يكتشفوا مجاهل الحسن وقارات الجمال اللي في وشك. في صحة المجاهل والقارات. انت اتبليت يا استاذ مصري، خش نشف هدومك. اه صحيح هخش. اظن مش معقول ان الاوركسترا يضرب الفالس ده دلوقتي بالذات صدفه. حياتك صدفه. بتحلف بحياتي كده؟ ما هي صدفه زي الصدف اللي كانت بتخلينا نتقابل كل يوم. انا اتفقت مع وصفي يرشيو عشان تفتكريني. انت للدرجه دي بت؟ واكتر. انا بقى خالص. انا مش مصدقه عيني. بقى هي دي نوال اللي كنا بنقول عليها رجعيه؟ رجعيه اتمدنت، بس يا خساره ما اتمدنتش كفايه لدرجه انها تقدر تخبي عواطفها ما تنكشفش. بقى لحقت ترجع من اسكندرية لمصر وتتشيك بالشكل ده في ساعتين بس؟ أنا جيت في عربية ألفا رومي بتاعت واحد صاحبي في ساعة ونص. اتجننت يا خالد، أوعى تعمل كده مرة تانية. اللي هينط بكرة بالحصان سدود ارتفاع متر ونص ما يخافش يسوق عربية على سرعة 150 كيلو. أنا مش هروح بكرة نادي الفروسية. وأنا إذا ما لقيتكيش قدامي هقع من على الحصان. مش هقدر أبص لك، هبقى خايفة. عليا ولا على الحصان؟ على الحصان. أنت هتروح بالأمر. غصب عني؟ انتوا راح لكم دعوة رسمية ولازم تحضروا لأن الملك هيحضر البطولة. وهو اللي هيسلمك الكاس؟ ومش بعيد يديك نشان. أنا خدت أكبر نشان خلاص. إمتى؟ الليلة دي في التراس بعد ما بوستي الورد. خالد الناس شايفانا. لكن مش سامعانا. تعالى نطلع في التراس. يا ريت يا نوال. عشان نجيب الورد والكارت اللي سبناه، مش عشان الحاجات الوحشة اللي بتفكر فيها. تعدى تنازل عن الكاس بكره بس اخد نشان تاني ليلادي. خالد طاهر باشا ما يعرفش كابتن خالد صبري؟ سمعت عنه كتير لكن دي اول مره بشوفه. معالي طاهر باشا رفعت. سمعت عنه كتير لكن دي اول مره بشوفه. متهيألي انكم كنتم خارجين تدوروا على حاجه نسيتوها هنا. احنا خرجنا عشان الدنيا كاتمه جوه. تبقى الحاجات دي بتاعت ناس تانيين. ناس يا اما ما عندهمش حصر فنسيوها هنا يا اما سابوها هنا لتفاهتها وتفاهتهم. الامهات اللي عندهم اولاد زي كنوال والاولاد دول نايمين في بيوتهم يبقى كفايه عليهم رقص وسهر لغايه دلوقت. عن اذنك كابتن هبقى اتصل بيكي بكره. تصبحي على خير، اتفضلي. الكابتن لما جه دخل بيتي من الجنينة مش من الباب، مش كده؟ اتفضلي استريحي. ممكن تأجل اللي عاوز تقولهولي لبكرة الصبح، الوقت متأخر وأنا تعبانة. أنا كمان تعبان وورايا شغل مهم زي ما أنت شايفة، لكن كل شيء يهون في سبيل سمعتي وابني وبيتي. أنا طول عمري أنا نوال أثق فيكي ومخليكي تتمتعي بأكبر قسط من الحرية ممكن لزوج إنه يسمح به لزوجته. لكن أنتي بطيشك وضعف شخصيتك أسأت استعمال الحرية اللي اديتها لك. خليتي أتفه الناس تتغامز عليا وتسخر مني ومن شرفي. وبكره أعداء السياسيين يستغلوا اللي حصل بينك وبين الشاب المستهتر ده علشان يهدموني. خالد انسان مهذب. اللي بينك وبينه علاقه بريئه. كلمات الحب والهيان دي دليلها، مش كده؟ انا هنسى اللي حصل. هسيبك لضميرك يحاسبك على مدى تهورك مع الشخص ده، على مدى عواطفك الشخصيه نحوه. لكن المهم دلوقتي انك تقطعي علاقتك بالشاب ده نهائيا.
ما تشوفيهوش تاني ابدا. نوال، الملك هيحضر حفلة الفروسية بكرة، والقصر بعت لنا الدعوة دي لنا احنا الاتنين، فلازم نروح. رغم ان خالد موجود فيها؟ ايوة، لان حضورنا كلنا مع زوجتنا رغبة ملكية، يعني امر. ده غير ان امتناعنا عن حضور الحفلة هو اللي هيخلي الناس تتكلم، هو اللي هيأكد الاشاعات. أظن فهمتي واقتنعتي بوجهة نظري، تصبحي على خير. هيبتدي مش كده؟ ربنا يستر. ليه مال؟ اصله كان تعبان قوي امبارح بالليل. اقعدي. اهو خالد هيبتدي. ما كانش لازم يشترك في البطولة أبدا النهارده. عدم تعرضها لاي نوع من الانفعال هتريحها. متشكر يا دكتور، مع السلامه. الله يسلمك. عملت ايه مع هاني؟ جه من المدرسه ونزل من العربيه جري على جوه، لكن انا لحقته وما خليتهوش يدخل. قلت له مامتك مش هنا، وموصيني بعتك تشتري بدل وجزم جديده مع داد ام الخير. انا تعبتك معايا يا خيريه، لكن معلش احنا ولاد عم يا طاهر، ملناش غير بعض. انا مقدر يا خيريه، مقدر. هبقى اتصل بيكي في التليفون. ضروري يا طاهر. ضروري ضروري. هاني راجع بعد الساعة على الأكثر، ولا كنت عاوزاه يوصل والدكتور هنا ويعرف إنه أغمى عليكي ويسألك ليه؟ أودي وشي فين من الناس؟ أعمل إيه عشان ما أخليش خصوم السياسيين وإحنا دلوقتي على أبواب معركة الانتخابات يستغلوا جريمتك البشعة دي ضدي ويسقطوني في دايرتي؟ ولما يتشكل البرلمان الجديد ما بقاش نائب، ما بقاش وزير. كان لازم ده يحصل قدام الناس، كان لازم تعرفوا الناس. يعني لو كان حصل من غير ما تشوفوا الناس كان يبقى أرحم. أفهم من كده إن لو كان بيني وبين خالد علاقة مش بريئة والناس ما تعرفهاش، لكن أنت تعرفها ما كانش يهمك؟ أنا يهمني اسمي ومركزي اللي بنيتهم في سنين أكثر من عمرك قبل أي حاجة تانية. وشرفك يا طاهر؟ شرفي هو مجدي الأدبي والسياسي، هو كراسي الحكم، هو شهرتي، هو اني ابقى صاحب معالي وبعدين صاحب دولة ومقام رفيع. هو ده اللي يخلي الناس تحترمني. تسكت. كفاية كفاية، انت مش عايش الا لنفسك، الا للمظاهر والنفعية. حسبي، لا يغمى عليك تاني. انا اسفة على كل دقيقة احترمتك فيها، اسفة على كل ثانية ضيعتها من عمري معاك. انا فخورة اني اصرح لك اني بحب خالد وبكرهك. سامع؟ بحبه. ومن هنا ورايح انا هعيش مش هدفي نفسي بالحياه جنب مجنون زيك. انا غلطت غلطه واحده في حياتي، اني اتجوزت واحده زيك. صلح غلطتك، طلقني يا صاحب المعالي، طلقني.
أنا هعذرك لأني أعصابك تعبانة. أنا بكامل قوتي وعقلي دلوقتي بطلب الطلاق، مصممة على الطلاق. طلقني سامع، طلقني. ما تفتكريش إن طريقتك دي هتخليني أزور وأحقق غرضك. أبغض الحلال عند الله الطلاق، ويجب التروي والتفكير فيه قبل الإقدام عليه. أنا مش عاوز أغلط في حياتي مرتين. أنا مسافر بكرة الصبح اسكندرية، ولما أرجع بالليل هكون كونت رأي، يا إما بالرفض أو بالقبول. وفي غمرتي هذا اليأس والثورة فكرت أن أكتب لأخي ممدوح، أخطره بكل شيء وأستنجد به. ألو؟ أيوة يا هان، موجودة. نقول لها مين؟ مين يا هان؟ واحدة ست صوتها غريب، بتقول إنها من محل الورد. ألو؟ أنا وصفي يا نوال، أقدر أكلمك؟ أيوة. أنا مع خالد في المستشفى. حالته ألو نوال هانم، أنا والدة خالد. ابني حالته خطرة، الوعى أثرت على السلسلة الفقرية. مش بعيد يعيش بقيت عمره. أنا مقدرة ظروفك وموقفك، لكن إذا كان ممكن، إذا كنت تقدري، أنا ووصفي بنترجاك إنك تيجي المستشفى 5 دقايق بس. أعذريني يا بنتي، أنا أم ومالي يا شريره. حاضر يا هانم، أنا جاية حالا، مسافة السكة. مالك يا ماما؟ مفيش حاجة يا حبيبي. لا يا ماما، انت بتترعش. لا يا خالد، لا. خالد؟ غصب عني يا حبيبي، انا مش عارفة اعمل ايه. اللي مش عارفة يا ماما؟ بعدين يا حبيبي هتكبر وهتفهم وهتسامحني، لكن مهما حصل ماما مش هتتخلى عنك ابدا. يعني انا هسيبك ربع ساعة يا حبيبي، اجي الاقيك حليت كل مسائل الحساب صح. حاضر يا ماما. هتشوفني بالشكل ده ابدا. انا لازم اشوفك يا خالد، لازم اكون جنبك. انا بحبك يا خالد، بحبك. اول مره اسمعها منك، اول مره تقوليها كامله يا نوال. وهفضل اقولها طول عمري، خلاص ما بقتش اقدر انكرها ولا اخبيها. انا قلت لطاهر، قلت له. وهسيبك يا نوال. يا ريت يا خالد، يا ريت. مش قادر اتحرك، لكن انت حاسه ان قلبي بيحضنك يا نوال. ايه
أنا مقدر قد إيه أنت قلقانة وتعبانة وعايزة تعرفي قراري الأخير. إذا سمحت. مسكين، أنا بلغني إنه حالته خطرة وإنه وجودك جنبه يمكن ينقذ حياته، علشان كده قررت إني أرفض طلبك. يعني مش عايز تطلقني بعد كل اللي قلته لك؟ أيوة، لأني لو طلقتك أبقى بشجع الزنا، بكافئ الخطيئة. الخطيئة والزنا هم عشتي معاك. أنت إنسانة ضالة منحلة محتاجة للرساء مش للعقاب. أنا حكون كريم وشهم معاكي إلى أبعد حد. أنا حنسى كل اللي حصل، حسامحك، حغفر لك كل ذنوبك، حساعدك على التوبة والتكفير عن سيئاتك. بس لازم تفهمي إن ده مش ضعف أو عجز مني، بالعكس دي قوة ومثالية. أنت مش بتغفر ولا بتسامح، أنت بتنتقم، بتستغل أسمى معاني الحياة كوسيلة لأبشع طرق الانتقام. أنا قلت لك قراري الأخير. وأنا يستحيل أعيش معاك. هتعملي إيه؟ هتطلقيني أنتِ؟ هعيش في الشوارع على الصفة، هكون عشيقة بصحيح لخالد، لكن يستحيل أعيش معاك. الاندفاع والتهور نساكي حاجة مهمة أوي، نساكي ابنك. لو عملت كده هتديني الفرصة إني أحرمك من ابنك، أنقذه من أم ساقطة زيك، مش هخليك تشوفيه طول عمرك. ولو حاولتي هوديك السجن، هموتك بالحياة في كل دقيقة حصر على ابنك بدل الرجم. مش هتقدر يا صاحب المعالي، لأنك هتطلقها، هتطلقها غصب عنك. ممدوح، ممدوح. بس يا نوال، بس يا حبيبتي، أنا وصلني جوابك، وقبل ما أجيلك زرت خالد في المستشفى. أنا مش مستعر منك لأنك حبيتي راجل غير جوزك. خالد إنسان نبيل شه، بيحبك وبيحترمك، وأنا واثق منك ومنه. أنا اللي مستعر منه هو نفسي. أنا السبب في كل اللي حصل ده، وكنت متوقعه من زمان. أنا اللي سبتك تدفعي ثمن جريمتي. تعاشر صاحب المعالي والأنانية والشذوذ والخمسة وستين سنة عمر. أنت بتستغل كونك أخو مراتي. أختي مش هتبقى مراتك بعد النهاردة. هي كلمة واحدة، يا تطلقها وتدي لها كل حقوقها كأم، يا هخرج من هنا على مجلات وجرايد الأحزاب المنافسة لحزبك وأقول لهم إنها بتحب خالد. ومش بس كده، هقول لهم إنها عشقته وإنك عارف وراضي وساكت ومش عاوز تطلقها علشان ما يستغلوش الفضيحة ضدك والانتخابات قربت. هقول لهم إنك متنازل عن رجولتك وشرفك وعرضك في سبيل الوزارة والوصول لكراسي الحكم. يعني عاوز تمرغ شرف أختك وسمعتها وسمعتك في الواحدة؟ ده أهون من عشتها معاك. هي مش هتخسر اكتر من اللي خسرته، لكن انت هتخسر كل شيء، كل اللي بنيته في سنين، شقى عمرك. ايه رايك يا صاحب المعالي الباشا الوزير؟ سيبه يفكر زي عادته وبعدين يرد. اذا سمحتوا. بس انا مش هخرج من هنا الا ونوال معايا، الا وهي متطلعه. يعني لازم ترد عليا بعد خمس دقايق على الاكثر. دقيقه واحده يا استاذ ممدوح تفرق كتير. كتر خيرك، انت اكرم بكتير مما كنت اتصور. طاهر ذكاؤه حاد، انا خايفه. انا لمست نقطه الضعف اللي فيه، تأكد انه هيسلم على طول الخط. انا مش عارفه لو ما كنتش جيت كنت عملت ايه. دي فرصتي يا نوال علشان ارد لك جزء من جمايلك عليا انا وصفيه والاولاد. تأكد ان احنا مش هنسيبك بعد كده ابدا. هتعيشي معانا بعد ما تطلقي هنا في مصر لغايه ما تتجوزي انت وخالد. وشغلك في الصعيد؟ انا اترقيت واتنقلت في الاداره العامه هنا. مبروك. لسه همسه ورد لك التهنئه. Thank you.
أنا موافق على الطلاق بس مش دلوقت، لأنه لو حصل دلوقتي قبل الانتخابات هخسر كل شيء برضه. الطلاق يؤكد الإشاعات، مش كده ولا إيه يا أستاذ ممدوح؟ لكن دي الانتخابات لسه ما ابتدتش. بعد 3 أشهر كل شيء هينتهي وتستريح. 3 أشهر؟ أنت تقدري تسيبي البيت وقت ما تحبي وتشوفي خالد زي ما يعجبك، بس من غير ما حد يشعر. يعني بمجرد ما يقدر يتحرك من السرير تسافروا في حتة بعيدة محدش يعرفكم فيها علشان تكونوا على حريتكم من غير ده ما يمسني. وهاني ابني، أرجوك ترحمي شيخ أختي وتقدري إني بضحي بعشرة 8 سنين، مش بـ3 أشهر بعيد عن هاني. السنين الطويلة دي جحيم في نظرك، لكن في نظري أنا جنة. من فضلكم تسيبوني لوحدي دلوقتي، من فضلكم. أتقن دوره إلى حد خضر حذرنا، جعلنا ننفذ كل ما يريد. كان بارعا إلى حد. أخرت ليه؟ أصل صفية وولادها وصلوا النهارده فجأة، رحت أقابلهم ووصلهم. وكانت النتيجة إنه نام من غير ما ياخد الدواء. إزاي تسيبه يعمل كده؟ ما هو الدواء معاك أنتِ مش معايا أنا. دلوقتي تسمحي بقى تديهوله وهو نايم؟ وبعدين معاك يا وصل. سامعة؟ بيحتاج وهو نايم. يلا أمال. يهون عليكي. صرحوا لي بكده. صحيح؟ اي، وفي مفاجأة تانية كمان. بص. ايه دول؟ الدكاترة هيخلوني امشي كمان، بس بمساعدة العكازين دول مؤقتا. ده بقاله 3 أسابيع بياخد من الدواء ده 10 مرات في اليوم، ومش عايزاه يتحسن؟ ده كان لازم دلوقتي يكون بيرفص، بينهى. طب تسمح تبرطع بره شوية؟ ليه؟ عايز تاخد كمشة من الدواء؟ معلقة شوربة؟ بقول لك برطع. لا، أنا عايز. عايز ايه؟ عايز اتمرن. مبسوطة يا نوال؟ أوي يا خالد. في حاجة تالتة كمان الدكاترة صرحوا لي بيها. ايه هي؟ نسافر لبنان. بتتكلم جد؟ وحياة نوال، يعني من بكرة نقدر نسافر وما نسيبش بعض ولا دقيقة بعد كده. يعني حضرتك تروحي توضبي شنطتك على ما وصفي يقطع لنا التذاكر. أوهام كده؟ متهيألي الخبر ده ضايقك. بالعكس، أنا مبسوطة أوي. أنت محتارة يا نوال. فرحانة عشان اتحسنت، وزعلانة عشان هنسافر وتبعدي عن هاني. غصب عني. أنا مستعد ما نسافرش، لكن أنت عارفة شروط. أنا عارفة. إحنا لازم نسافر من بكرة. من غير ما تتضايقي ولا تعيطي. أبداً، أنا مش متضايقة يا أخي. وجيني كده. أنا مقدر إنه يسيب والدته عيانة في مصر ويسافر. أنا كمان هسيب هاني. ده في صالحنا كلنا، حتى هاني زي ما اتفقنا. يا ترى فكرت تقولي لهاني إيه؟ هقول له إني مسافرة الصعيد عند خالد. لكن دول جم مصر. عملت حسابي، بصيتهم ما يسألوش عليه ولا يزوروه. ماما! هاني وصل عن إذنك. ماما! ماما، أنت مسافرة؟ أيوه يا حبيبي. فين؟ رايحة الصعيد عند خالك، ولاده عيانين. طب مع خالي وطنط معاه؟ هما كمان عيانين. ممكن تترجي بابا يخلينا نروح معاكي؟ لا يا حبيبي، بعدين تتعدي. طب ما انت كمان هتتعدي. هاني، انا اخدت المرض ده قبل كده، والواحد مش ممكن يعيا بيه مرتين. هتغيب كتير؟ معرفش، لغاية ما يخفوا.
مين معاك يا شهاري؟ انت مش صغير، هي دي اول مره ماما تسافر وتسيبك يا حبيبي؟ دي اول مره ارجع فيها من المدرسه وماما ما تبصنيش ولا تحضنيش. انا يا حبيبي كنت مستنيه اخلص اللي في ايدي واقفل الشنطه. ما تزعلش مني يا حبيبي، ما تزعلش مني ابدا مهما حصل. انا مش هتاخر يا هاني، انا هرجع لك على طول يا حبيبي، على قد ما هقدر، على قد ما هقدر يا حبيبي. وفي لبنان احسست باني عشت العمر كله رغم اننا لم نصل الا من يومين. لازم من هنا. ايه هو اللي من هنا؟ اللعبة. طب اقعد استريح شوية. انت قلت انك عطشان. مش هيجرى حاجة لما استنى شوية. انا عطشان ومش قادر استنى. طب اتسند علي. توقعيني. انت لسه ما وقعتش. وكأنني انا التي في حاجة الى الرعاية والعناية وليس هو. كان يبذل كل ما في وسعه ليسري عني، ليعوضني ما حرمت منه طوال السنين الماضية. أهو إزيز كان لازم عملت مغارات زي دي في نهر الحب. الحب في كل جمال ملوش وطن. انت بقيتي شعر. انا شعر وانا معاك بس. الحمد لله ايديا بقت عالة عقبال رجلي. ايديك بقوا طوال، حد يشوفنا. هو في حد هنا يا نوال؟ زيادة عن اللزوم. أنا دلوقتي نوال الممرضة مش حبيبتك. بلاش دلع، شمر رجلك. بطل بقى حكاية الكسوف دي. أنت أجمل ممرضة شفتها في حياتي. تبقى ما بتشوفش. اتلم يا مريض. أحسن أبلغ إدارة المستشفى. بتألم ومحتاج لمسكن. بقول لك اتلم. طب كفايه انت تعبتي. اسكت. ما اقدرش اسكت، بتألم. امري لله. خلصت الازازه يا مبجوح. لسه بتألم، كمان شويه اعملي معروف. شويه تدليك. لا مسكن مش تدليك. احمد بقى انت لازم تنام بدري. كفايه مشوار النهارده. تصوري يا نوال ان كل الناس اللي نازلين في الاوتيل فاكريننا متجوزين وبنقضي شهر العسل. شهر العسل وكل واحد مننا في اوضه. بكره لما كل شيء يتم بخير هنعيش مع بعض في اوضه واحده بسرير واحد، وهعلق على ظهرك يافطه مكتوب عليها بالثلث حرم خالد صبري. بطل دع بقى ونام كويس واتغطى، ما تعملش زي العيال الصغيرين. ماما تسمحي؟ وبعدين يا خالد؟ المسكن عشان اعرف انام. ده ما بقاش مسكن، ده بقى بنج. أحسن عشان اتخمد. ماما. إيه تاني؟ هتنامي من غير ما تبوسي ابنك التاني. وده معقول؟ كان يعلم أنني إذا ما خلوت بنفسي سأتذكر هاني وأتألم، فكان يعتصر أحاسيسه وعقله ليخفف عني. كان يفني نفسه حتى لا تغيب الابتسامة عن وجهي. كان هذا هو الحب. ومرت الأيام وشفي خالد تماما، وذات صباح خرجت إلى الحديقة فقد اعتاد خالد أن يسبقني إليها حتى أتم ارتداء ملابسي، ولكنني لم أجده. نوال هانم، كابتن خالد وصل السفارة تبعك ورجع حالا، وإلك هالمكتوب من مصر. متشكرة.
الانتخابات على وشك الظهور، ونحن في انتظارها أكثر من صاحب المعالي لتعود إلينا. رأيت هاني للمرة الرابعة مع خيرية هانم، ولكنه لم يراني حسب وصيتك. إنه في أحسن حال. زورني قلق وانقباض. قد يكون هاني مريضا أو متألما أو شيئا آخر. نوال، طاهر نجح في الانتخابات وهيستنى وزير زي ما هو. يعني هنرجع مصر النهارده يا نوال؟ ضروري يا خالد، ضروري. انا عارف يا نوال قد ايه عايزه ترجعي مصر. يلا حضري الشنط. معالي الباشا جاي حالا يا فندم. تشكر. اهلا استاذ ممدوح. مبروك يا باشا. الله يبارك فيك. انت طبعا جاي علشان تطالبني اني اوفي بوعدي. بالصراحه ايوه. وما جبتش المأذون معاك ليه؟ مهما كان لازم الواحد يستأذن قبلها. اتفضل اقعد، ما تتعبش نفسك. تسمح تتفرج على الصور دي وتقول لي رأيك فيها؟ لقطات بارعة كأنهم عروسين في شهر العسل، مع إنها لغاية اللحظة دي لسه على ذمتي وهو راجل عازب. أنا رخيت لهم الحبل على الآخر علشان يشنقوا بنفسهم، علشان أحصل على الأدلة دي. أدلة إيه؟ أدلة تثبت جريمة الزنا على نوال وخالد، تدخلهم السجن. إحنا هنغلط مع بعض تاني ليه يا باشا؟ أنت وعدت إنك هتخلصها بالمعروف. لا يا أستاذ ممدوح، مش أنا اللي أشجع وأساعد على الاسم والفجور. أنا مش هطلق نوال. يعني كنت بتكذب علينا؟ بتغشنا؟ الكذب والغش علشان انقذ حياة ابني ومستقبله مش عيب. نوال مش هتشوف ابنها بقية عمرها، واذا حاولت او حد منكم فتح بقه هقدم المستندات دي للمحكمة. هسجنها هي وعشقها. اللي زي نوال كانوا زمان بيرجموها لحد ما تموت، لكن أنا هكتفي بإنها تعيش محرومة من ابنها، زانية طول عمرها، لأني مش هطلقها. الرجم أهون من اللي بتقوله ده. أنت بتنتقم لنفسك وكبريائك وغرورك، مش بتحمي ابنك ومستقبله. حرام عليك، ما تخليش الانتقام يعميك عن الرحمة، يجردك من الإنسانية. بلاش علشان خاطرها هي، علشان خاطر هاني ابنك. هتقول له إيه لما يسألك عن أمه؟ عايز تعرف مفهمه إيه؟ وبقول له ايه؟ تعال انا حوريك واسمعك دلوقتي، بس اسمع وانت ساكت، واتفرج وانت متداري، واملك اعصابك. خيرية، خيرية، عاوز حاجة يا طاهر؟ هاتي هاني وتعالي. هاني، هاني تعال. هاني، تحبي تيجي معايا أنا وطنط خيرية بكرة الصبح؟ فين يا بابا؟ نزور قبر ماما. عشان اعيش محرومه من هاني، ما اشوفوش حتى. ممدوح انت محامي، لازم تلاقي لي طريقه اشوف ابني، لازم يا ممدوح. لو كان في اي امل ما كنتش استنيت دقيقه واحده يا نوال.
لا 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 نوال، ارحمي نفسك يا حبيبتي. مش كده يا نوال؟ تصوري انهم يحرموك من ولادك ويقولوا لهم انك ميته وانت عايشه، تقدري تستحملي ده؟ تقدري؟ ما اقدرش ما اقدرش. رايحه فين يا نوال؟ رايحه الهاني، رايحه. لا يا نوال، طاهر مجنون مش هيرحمك. ما يهمنيش. اسمعيني يا نوال، اسمعيني يا حبيبتي. الزمن مسيره لين قلب طاهر، بس مش دلوقتي. لازم تصبري، لازم تستحملي. انت هتضيعي كل امل ليكي، كل فرصه. قولي ان انا السبب، قولي انك بتكرهيني. خالد نوال مش فوعية. لا يا ممدوح، دي الحقيقة مع الأسف. انا حاولت ان اساعدك بكل جهدي لكن ما قدرتش. على العموم انا مسافر فلسطين مع كتائب الحرس. يمكن الحرب وبعدين عن بعض يصلح كل شيء. على إذنكم. سامحني يا خالد. نوال أحبك يا خالد، ما فاضلنيش غير حبك. فلوس باشا خالد صبري هنا. ايوه اتفضل. نسيت اقول لكم ان وصفي اتطوع وهيسافر معايا. بقيت المراسله بتاعه. تمام يا فندم، العربيه بره وكل حاجه جاهزه للسفر. خالد انت هتسافر دلوقتي؟ ايوه. على طول كده؟ ده شهر بالكتير يا نوال، وهنرجع منتصرين باذن الله. من غير عياط من فضلكم. احسن عيط انا كمان. الله الله. مضى شهر ثم شهور ولم يعد خالد، وآلاف غيره من زهرة شباب مصر. اشرب كوباية الشاي دي وروق. تمام يا فندم. دقنة هون انفجرت في المدفع، موتوا عسكريين وفي ثلاث حالتهم خطر. ريتها دانت مدفع اسرائيلي كان يبقى اشرف لنا. نقلوهم المستشفى حالا. العربيات معظمها عطلان او مشغول يا فندم. خدوا عربيتي. روح معاهم يا وصفي وصلهم وارجع على طول. حاضر يا فندم. في متطوعين جداد وصلوا. خلي حسين افندي يوزعهم على الاصناف حسب النقص. في واحد منهم طالب يقابلك يا فندم. خليه يجي. ماشي متطوع ممدوح سالم يا فندم. ازاي تسيب نوال لوحدها؟ ايه اللي خلاك تعمل كده؟ الواجب يا حضرة الوزباش. الحمد لله على السلامة يا ممدوح. الله يسلمك يا فندم. ازيك يا خالد؟ خالد بس. باين عليك التعب والاجهاد. مش من حرب اليهود، الاسلحه الفاسده ريحتها وصلت لمصر. ايوه. عن اذنك علشان اقدم نفسي لوحدتي، انا كنت جاي اسلم عليك واوصل لك علبه وجواب من نوال. انت هتعين هنا معايا في رياضه البولك. بمناسبة ايه يا ترى؟
التفسير بالبريد. اسيبك بقى علشان اقدم نفسي وعلشان تقرا انت اليوميات. انا بشوف نوال لما بيوصل لها جواباتك. عن اذنك. اليوم الثالث من الشهر الثامن بعد رحيلك. قضيت اليوم مع والدتك، ولقد وجدتها في المشتل بالحديقة ترعى زهور حبنا النادرة، وتحذر الجنين من أن يقتطفها أحد حتى تعود أنت. ورغم ذلك أهدتني أجملها قائلة: لقد أصبحت في منزلة ابني خالد مع ممدوح هديتي إليك، فقد لا يمكنك الحضور لتقضي عيد ميلادنا سويا. ولتكن هديتك لي إن استطعت حضورك إلي ولو ساعة واحدة، فقد بت لا أطيق الحياة بعيدة عنك، أنت وممدوح وابني هاني. انت يا ستة اللي هناك واقفة عندك بتعملي ايه؟ انا ولا حاجة ولا حاجة، انا ماشي. ست نوال، ست نوال، ام الخير. خدمتك يا ستي. ازيك؟ ازيك يا بنتي؟ ازيه هو سهاني؟ كويس يا بنتي. لسه فاكرني؟ امال نسيتي؟ ده انت امه. انا فاكر اني مت. انت عايشه، عايشه في قلبه يا بنتي. خلي بالك منه يا ام الخير، انا الحاجه الوحيده اللي بتهون عليا ان الجم. سهاني في عيني. كتر خيرك، انا لازم امشي. تعالي تعالي معايا يا بنتي. على فين؟ تشوفيه من غير ما يحس ولا حد يعرف. بلاش يا ام الخير، انت عارفه. هنخش من باب الجنينه الوراني، ما تخافيش. الباشا وخيريه هانم مش هيرجعوا دلوقتي. مين له قلب يحرم ام من انها تشوف ابنها من بعيد؟ حد يخاف من طاهر باشا ولا يخافش من ربنا؟ تعالي تعالي يا بنتي. اهو يا بنتي. أجد آخر وأقصر رسائل خالد. نوال، أتذكرين حديثنا عندما وجدتك ترقصين وحدك في حديقة النادي بالصعيد، واكتشفت أنك السيدة التي لقيتها بالقطار؟ إن القدر الذي كفل حبنا ورعاه كبير وكريم إلى أقصى الحدود. فغدا في عيد ميلادنا في المساء ستجدينني أمامك وبجوارك بالقاهرة. خالد جاي بكره. صحيح، يعني هتقضي عيد ميلادكوا سوا. ايوه. إيزيس، استمعي الى رقصه الحياه حتى نلتقي غدا عندما تجمعنا الحياه. وزوريس، thank you.
يا فندم. ايوه فندم. بص معايا. ايوه فندم. لو قدر حد يتسلل ويوصل لاخر الاشجار دي يعني يبقى بينه وبين دوشمه اليهود حوالي 70 متر. ايوه فندم. مش ممكن يرمي قنبله هدويه تنسف الدوشمه؟ ممكن، بس دي عمليه فدائيه، لان الوصول للمسافه دي من الدوشمه خطر جدا. ده غير بقى ان في دانات في المسافه دي لسه ما انفجرتش. الدوشمه دي قطعت اتصالنا برياسه اللواء، يعني رياسه اللواء محاصره، فلازم نحتلها الليله دي باي طريقه. الساعه كام دلوقتي؟ الساعه 8 يا فندم. يعني 2000. احنا نوقف الضرب دلوقتي عشان يفتكروا ان احنا يئسنا خلاص، وبعد ساعتين نفتح عليهم النيران عشان نشغلهم لحد انا ما اتسلل واضرب الدوشمه القنابل اليدويه. ايوه فندم، بس مفيش بس، ده اخر امل لينا في انقاذ رياسه اللواء. حاضر يا فندم، امرك. مش هتنامي بقى؟ لا قومي انتي نامي عشان الاولاد. انا هقعد شويه. طب تصبحي على خالد. استنى انت هنا وغطي انسحابي بالمدفع. فداك يا حبيبتي، بكرة خالد يجيب لك غيرها.
خالد فين يا ممدوح؟ ما بتردش ليه؟ جراله حاجة؟ اتكلم يا ممدوح، رد علي. في المستشفى؟ اتجرح؟ ممدوح اتكلم، قول أي حاجة. اوعى تقول انه مات. اوعى تقول انه مات. أنا لازم أسافر دلوقتي، ولازم أقول لك آخر كلام سمعته من خالد. قول لنوال دي فرصتها علشان ترجع لهاني، يمكن طاهر يرحم لما يعرف إني مت، وده معناه إن لازم يكون عندك أمل في الدنيا لأن ليكي ابن عايش فيها. إن شاء الله لما أرجع الأجازة الجاية ألاقيك كويسة ونروح نقابل طاهر أنا وإنتي. تسمع كلامي أنا وخالد؟ هذه حياتي أيها، فأنا لا أستطيع أن أكذب على نفسي. قد تغفر لي أنت، وقد يغفر لي الديان عز وجل، ولكن طاهر هل يمكن أن يغفر لي، أن يرحم فأعود إلى الحياة بعد أن قتلني؟ أعود إلى ابني. إن الأيام تمر وممدوح لا يعود، وأنا أذبل وأخبو. ومن يوم أن فقدت خالد أرى الحلم الراهب كلما غفلت عيناي، فأموت كل ليلة. لماذا لا أذهب إليه اليوم فأعيش أو أموت لآخر مرة؟ رايحة فين يا نوال؟ رايحة أقابل طاهر. طيب مش تستنى لما يجي ممدوح وتبقوا تروحوا تقابلوا سوا؟ خايفة استنى أكتر من كده. على العموم أنا كتبت جواب لممدوح وحرميه في سكتي. قال لي معاكي؟ ربنا معايا. يلزم خدمة؟ معالي الباشا موجود. موجود. عاوزاه نقول له مين حضرتك؟ قول له نوال. طيب استني شويه. تضربش الجرس، انا جايب لك الشاي اهو. ده علشان الست عاوزه تقابل معالي الباشا. ست نوال؟ ازيك يا محمد؟ الله يسلمك يا استهان، انا هدي له خبر حالا. لا مؤاخذه، انا اصلي جديد هنا. اتفضلي استني في الجنينه. معلش. ما يصحش تقفي في الشارع كده، اتفضلي. كتر خيرك. ايه اللي دخلك الجنينه؟ العسكري ما هنش علي اقف بره في الشارع. وجايه هنا تعملي ايه؟ عايزه ايه؟ انا مش حذرتك؟ طاهر، اذا كنت غلطت في حقك فاللي جرالي اكتر من رجم والحرق بالنار. لازم اعشقك هجرك. خالد مات. مات؟ استشهد في الحرب. ودلوقتي عايزه ترجعي لبيتك وابنك. أنا كفرت حتى عن ذنوب ما عملتهاش. أنت عارف إنها ظلم. مادام خالد مات،
تبقي طلقة يا نوال. خلاص حققت انتقامك دلوقتي. ايوه. طب ممكن اعيش جنب ابني ولو خدامة له؟ انا مش طمعانة في اكتر من كده. ولما ابنك يلاقي امه الميتة اللي كان بيزور قبرها صحيت وبقت خدامة وابوه مطلعها بالتلاتة، كل ده مش هيخليه يسأل؟ ولما اكدب عليه انا وانت دلوقت لما يكبر مش هيقولوله ان امك كانت ثانية؟ وحتى لو انا صدقت ان علاقتك بخالد كانت بريئة مش هيعرف الحقيقة من الناس؟ ساعتها هيحصل ايه؟ هيعيش ازاي؟ فكرت في اللي بقولهولك قبل ما تيجي؟ فكرتي؟ ما فكرتش في غير اني اشوفه واعيش جنبه وتقريه بيت حياته. اذا كنت بتحبي هاني، اذا كان قلبك عليه صحيح، لازم تفضلي ميتة في نظره. ما بترديش ليه؟ هقولك ايه، عندك حق، على الاقل عشان بتفكر بعقلك مش بقلبك. أنا كمان دلوقتي لازم أفكر بعقلي. هاني ابني أنا كمان يا نوال، ومعايا من غيرك هيكون له مستقبل كبير وثروة أنت عارفاها، والأهم من ده كله اسمي شرفه. ربنا يخليك له. إذا احتجت الحاجة. هحتاج لي إيه بعد اللي راح؟ Thank you.
أذهب لمقابلة طاهر هذا المساء. إذا تحقق أملي سأعيش بجوار هاني، وإذا لم يتحقق فأنا أعلم أن مصيري هو الموت الذي بت أراه كلما غفلت عيناي. إذا عدت ولم تجدني فاذكر أسطورة نهر الحب. لقد عشت مثله، أهب ولا أخذ شيئا حتى مت، ولكن النهر خالد لا يموت. أذكر الأسطورة والحكمة من وراء هذه المعجزة السماوية ليعي البشر السر العظيم. فإن أرادوا حياة فليفسحوا في قلوبهم مجرى لنهر من الحب.